أنا جيت من جدة عشان أحضر حفلة BTS الكونسرت اللي كانت في ملعب الملك فهد, و يعني I begged my father عشان يجيبني هنا بس عشان أشوف BTS. أنا كان مرة خاطر أروح, فكلمت صاحباتي, كلمت الناس اللي أعرفهم يشوفونه زي الفن التافه, بالعكس أنا أشوفه شيء مرة ضخم, والقاعدة الجماهيرية جدا كبيرة ومن كل أنحاء العالم, عشان كذا كان مرة خاطري أروح. وأنت شايفة كيف الحضور مرة عظيم, وجايين من كل أنحاء المملكة, حتى أشوف ناس جايين من برا المملكة عشان يحضرون هذه الحفلة. أنا بالنسبة لي بنتي من الفانز الفرق الكورية عادي, يعني حتى هي ناوية تحجز على حفلة الفرقة الكورية إذا جات إن شاء الله, وأنا حكون معاها, حروح معاها, ما مو غلط إني أنا أشاركها اهتماماتك. والله أنا ما أعرف لغتهم أصلاً إلا شيء بسيط, بس سبب إن الناس متجمهرة عشانهم, سبب الازدحام اللي جاء عشانهم, وأغانيهم وألحانهم الحلوة. بس من وجهة نظري هي سلاح ذي حدين, يعني هي لها إيجابيات ولها سلبيات. ممكن أنه ما فيها شيء أنهم يتبعون, يعني يمارسون حاجة هم يرغبون فيها, لكن بدون ما ينسون هويتهم وتقاليدهم وعاداتنا وتقاليدنا الإسلامية وعادات بلدنا. شوفي, سر الانتماء أول شيء إنها الفرقة مميزة بأغانيها. بتقولين عادي أي فرقة ثانية بأي جنسية ثانية تقدر تطلع أغاني, شيء طبيعي, بس هالفرقة لما تطلع أغنية تقصد فيها شيء معين. مرة تدعم الشباب, مرة تتكلم عن المشاعر المراهقة, مرة تتكلم عن المشاكل مع الأهل, عن الشباب لما تصير لهم مشاكل ويحاولون ينتحرون. أول شيء أنا مو عجبني BTS, بس أنه حضرت أنه أجرب كتجربة يعني, بس أنا مو عجبني مرة. ميدو ابني حاضر الحفلة وهو اللي كان بيسجل دلوقتي, بس أنا عن نقيض تماما بالنسبة للرأي. فريق BTS فريق رائع. هذه الفرقة ما تستحق الزحمة والضجة الإعلامية أبدا. أنا مرة فرحانة إن الفرقة الكورية جت بلدنا وأعطت جو حماس للجماهير, عجبني. تفاعل الجمهور مع هالفريق كان تفاعل بحياتي ما شفت مثله بحياتي, يعني صياح صراخ. صراحة هذا الشيء أنا ماني مستوعبته, ما أدري ليش كذا هم يفكرون أنه ممكن توصل درجة الإعجاب عندهم للصراخ والبكاء. صراحة أنا أنتقد كل شخص يقول أن هذا الفن سخيف, بالعكس يعني جدا شيء ناجح, جدا شيء عظيم وكبير. الهوس كان أكبر من اللازم. نحن علينا الثقافة اللي نرحبها في بلدنا سواء كانت الإمارات أو السعودية, نرحبها وناخذ الإيجابي منهم, والسلبي أو اللي نحن ما نحتاجه ما ناخذه. علاقتهم جدا رائعة مع الفن حقهم اللي إحنا اسمنا أرمي, تمام؟ يسمونه أرمي لأن إحنا جيشهم, جيشهم اللي يحبونا ويتواصلون معانا ويقابلون معجبيهم, وعادي يقابلونهم كفيات بضحيان ويسوون مفاجآت المعجبينهم, يفتحون لايفات ويردون على التعليقات والأسئلة اللي تطلع باللايف في تويتر, يحدثون ويعلقون ويسوون رتويت على الناس اللي تعلق لهم. يعني بينهم وبين الأرمي على قولتهم في تواصل وتفاعل, مو فنان بس يقدم وبس.